في أغسطس آب 2017 تلقيت أمراً بإطلاق النار على كل ما نراه أو نسمعه ونفذته، وشاركت في مذبحة أودت بحياة 30 من مسلمي الروهينجا تم دفنهم في مقابر جماعية قرب قاعدة عسكرية. دفنا 8 نساء و7 أطفال و15 رجلاً في مقبرة. قتلنا الجميع دون تمييز. أطلقنا الرصاص على جباه الرجال المسلمين ورمينا أجسادهم في الحفر بأقدامنا. واغتصبت إحدى النساء. أمرنا الضابط تان هاتيكا بأن نقضي على مسلمي أراكان، وشاركت في قتل ودفن 30 طفلاً وامرأة ورجلاً من الأبرياء المسلمين. في الأثناء التي قتل فيها 30 من مسلمي أراكان، كنت في كتيبة بقرية قريبة وأخذت تعليمات مفادها: اقتلوا كل من ترونه من أطفال وبالغين. لقد قمنا بمحو 20 قرية من على الخريطة، وأنا كذلك قمت بدفن الجثامين في مقابر جماعية، وقتلت مع الجنود الموجودين بالكتيبة التي أعمل بها 80 شخصاً من مسلمي أراكان. بعد القبض على 10 أشخاص عزل وقتلهم، قمنا بدفنهم في مقبرة جماعية شمالية القرية. ونظراً لأن رتبتي العسكرية منخفضة، فلم أرتكب أي جريمة لها علاقة بالعنف الجنسي، وقمت بتولي نوبة الحراسة بينما كان الجنود الآخرون يغتصبون نساء أراكان.